انت يا نيلة هناك تعالي. نيلة؟ ايوه تعالي نيلة تعالي. بقول لك عايزك عايزني انزل اسوق لك العربية صح؟ لا يا سمح الله، هي العين تعلى عن الحاجب برضو. اصيل يا حامد والله. وانا العين وانت الحاجب. تسلم. بس اكيد الحاجب ما عندوش مانع ينزل يمسح العربيات في الجراج ويسيق الجراج. انتوا العيلة بتاعتكوا دي كلها اتجننت ولا ايه؟ كلبة نيلة اخرسي. اخرسي كلبة رمة زبالة حقيرة اخرسي. ايه ده؟ طب لو ما نزلتش مسحت العربية؟ ما نزلتش مسحت العربية؟ هرمي العربية اللي تتوسخ وابعت اجيب عربية جديدة بدلها اركبها وانبسط. اخسى عليك يا حامد. بقى كده تزعقلي؟ انا مزعقتي جامد يعني ده. وبعدين عايزني انزل امسح العربية؟ اثبت يا حامد خليك جامد. ربنا مش قادر. اثبت يا اخويا اثبت. ايه؟ هي ايه؟ انزل امسح العربية برضو؟ لا خلاص، بصي خدي مفتاح العربية، خدي العربية بحالها. ايه ده انت اتجننت؟ ده مفتاح العربية؟ احنا بنلاقي المفاتيح في الشارع. في ايه يا هشام؟ مفيش حاجة. انت مستخسر في حتة عربية؟ خدي مفتاح اوضة النوم وسبقيني على فوق. بسرعة. ماشي. انت يا بنت انت بقى عماله تستهبلنا، اذا كنت ضعفت في فتره من فترات حياتي مش هضعف تاني. في يلا. في ايه يا حامد؟ حامد بلا زفت، يلا قدامي على الجراج تمسحي كل الجراج يا كلبه. يلا يا كلبه. يلا نيله كلاب، كلكم كلاب.